طيب في حال مراقبة الأب أو الأم للمحتوى الذي يشاهده الأبناء في أي وسيلة اتصال كانت، هل هذا يعد اختراق لخصوصية الأبناء أو تجسس أو تلصص؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا قصدي الإرشاد، الهداية، التوجيه، وليس قصدي التقييد والتجسس وكذا إلى آخره. ثم إن الابن على مرحلتين، قبل البلوغ وهو في حضانة تربيتي، وبعد البلوغ وإن كان مكلفا إلا أنه يحتاج إلى إرشاد إلى غاية الرشد. إحنا عندنا الرشد لما الجماعة الحنفية تكلم ولا 21 سنة، اللي هو ابتداء من 18 سنة عندنا في القانون المصري المأخوذ من الفقه الحنفي، يبدأ يتاجر لكنه لا ينعقد له بيع، بيع العقار بتاع أبوه. لا، نقول له لا، استنى بقى السنة لما تبلغ 21 عشان تفكر كويس، لحسن يكون الناس بتضحك عليك. وله كلام النفع التام والضرر التام وما بينهما إلى آخره، كلام بتفصيل كتير. لكن اللي احنا يهمنا منه وهو انه في سن اسمه سن الرشد، سواء الرشد ده كان رشد للزواج او للتجارة او كان الرشد ده للتصرف التام. ما بين البلوغ الى الرشد يبقى انا موقفي تاني، يقول لك اولادك اعطف عليهم وحبهم كده، سبعا دلع، سبعة دلع، وسبعة تربية، وسبعة مصاحبة. بعد كده خلاص هو ما بقاش بتاعك، ابنك اللي عنده 21 سنة بقى مسؤول عن نفسه. وهنا لو تجسست أنا عليه يبقى فعلا تجسست على بالغ رشيد عاقل إلى آخره.